رجال المعزيكم صراحة لو يشد البحر شكوه. والناس يقولون كيف نجحوا الناس وكيف صارت الكتيبة وكيف دون بصورهم في الزمن اللي من الكتاب الثاني. لكن هنا يعني نشرح هذا والله من فعلكم الطيب. يعني حتى ولو واحد نص رفعتوه فوق. وصراحة أنكم أحرجتوني وغمرتوني بهداياكم. والله يبيض وجيهكم ويكثر خيركم. والاثنين القادم علي الطلاقي عشاكم لهم. علي الطلاقي عشاكم لهنا جميعا. هداء يا ابو حمد. لا ترد علي الطلاق ما يجي رد لنا. علي الطلاق ما يجي لنا. لا عشاكم وقولي له والله بحقك يا ابو حمد. استاهلها يا اخو هيا فعل يمناك. هذا ما فعلت يمناك. ساعتين ولا يا سعد حمد هذا عن طيب راسك العسكريه ما لها فعل مناك وطيبك عند اخوياك. هذا فعل مناك. الطلاق ما تجي ربع جميلك. طلاق فعل مناك.